بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة، معاكم مهندس أحمد السعيد. موضوعنا النهاردة يا جماعة هنتكلم عن ظاهرة من أخطر الظواهر اللي بتصيب محصول البطاطس وخاصة الدرنات، وهي تشقق درنات البطاطس. تشقق درنات البطاطس يا جماعة ليها عدة أسباب، رقم واحد معانا وهو الاستخدام الخاطئ للسماد البلدي أو السماد العضوي. إنك أنت بتستخدم السماد البلدي يا جماعة بكميات كبيرة، ده ممكن يؤدي الى تشقق درنات البطاطس. الكمية المثلى يا جماعة اللي انت لازم تستخدمها في فدان البطاطس 20 متر مكعب سماد بلدي للفدان، والافضل انك انت تستخدم الكمبوست، بيكون افضل كتير من السماد البلدي. رقم 2 يا جماعة، عدم الانتظام في الري. انك انت مش بتبقى منتظم في الري يا جماعة، يعني بتروي يوم وبعدين بتروي يومين وبعدين بتروي بعد اسبوع، ده يا جماعة بيعمل لك مشاكل في الدرنة وممكن يؤدي الى تشقق درنات البطاطس. فلا مهم جدا يا جماعة انك تبقى عارف كمية المية اللي بتحتاجها كل مرحلة من مراحل النمو. كمان يا جماعة تبقى مظبط الدنيا بحيث انك انت ما ترويش النهاردة 4 ساعات وبكرة تروي ساعتين وبعد تروي ساعة، ويبقى في اختلاف في عدد ساعات الري او كميات المية اللي نازلة عندك في التربة. رقم 3 يا جماعة، من العوامل والاسباب اللي بتؤدي الى تشقق درنات البطاطس زيادة التسميد الازوتي. الافراط في التسميد بالازوت يا جماعه او بالنيتروجين ممكن يؤدي الى تشقق درنات البطاطس. رقم 4 معانا يا جماعه، نقص عنصر الكالسيوم وعنصر البورون من العناصر الهامه جدا، واللي نقصهم ممكن يؤدي الى تشقق درنات البطاطس. زي ما اتكلمنا قبل كده يا جماعه عن الكالسيوم واهميته للنبات، وهسيب لك الفيديو في حرف الاي لو انت حابب ترجع له، وعنصر البورون يا جماعه واهميته للنبات، واتكلمنا فيه قبل كده وقلنا ان بعض المنصات تقول لك ما تستخدمش البورون غير في المرحله الاخيره من نمو النبات او مرحله التحجيم، والكلام ده خاطئ جدا يا جماعه. عنصر البورون هام جدا لمحصول البطاطس عشان تاخد اعلى انتاجية ومعاك من بداية مراحل النمو يا جماعة وحتى الحصاد عنصر البورون. رقم 5 من الاسباب اللي بتؤدي الى تشقق درنات البطاطس، الاستخدام الخاطئ للهرمونات ومشتقاتها وخاصة هرمون الجبرلين والسيتوكينين. انك انت بتستخدم الهرمونين دول يا جماعة بكميات كبيرة ممكن يؤدي الى تشقق درنات البطاطس. السبب اللي بعد كده يا جماعة اللي بيؤدي الى تشقق درنات البطاطس، الاصابه بمبيدات الحشائش. طيب حضرتك هتقول لي انا ما برشش مبيدات حشائش، فانا عندي المشاكل دي جات لي منين؟ ممكن يكون جارك يا جماعه عنده مثلا محصول زي القمح مثلا ورش مبيد حشائش وطار بعض الرذاذ عندك على المحصول ده، ممكن يعمل لك مشكله. او المطور اللي انت بترش بيه او بتستخدمه، الراجل اللي بيجي يرش لك الحقل بتاعك، ممكن المطور ده يكون هو رش بيه قبل كده حشائش وما اتغسلش كويس، فبيتبقى فيه بعض متبقيات المبيدات، فانت بترش على المحصول وبيظهر عندك مشكلة. فخلي بالنا يا جماعة عشان درنات البطاطس حساسة جدا لمبيدات الحشائش. السبب اللي بعد كده يا جماعة واللي بيؤدي الى تشقق درنات البطاطس، الاصابة بالامراض الفطرية وخاصة الريزوكتونيا يا جماعة، ده من اخطر الامراض اللي ممكن تؤدي الى تشقق درنات البطاطس. كده يا جماعة اتكلمنا على الاسباب اللي بتؤدي الى تشقق درنات البطاطس، لو ركزت فيهم ان شاء الله مش هيطلع برة اي سبب من الاسباب اللي احنا ذكرناها دي. اتمنى ان اكون قدمت لكم النهاردة معلومة مفيدة، واتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. شكرا لحضراتكم، تحياتي.